السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جماعة انتوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بيت. دينا فيديو النهاردة مميز جدا، اتمنى اسمعوا لي النهاية وما تشاركش في قناة الشيخ وتشجعوني ان شاء الله رب العالمين. طبعا كلنا بنربي الفراخ البيضة للتسمين، ان احنا عايزين ناخد فراخ تسمين، وبنربي الفراخ البلدي عشان عايزين البيضة نفطر بيها الصبح. طيب في ناس يعني الفراخ بتوصل عندها للحجم المظبوط اللي هو وصلت المدة المحددة اللي هي تبيض فيها وما باضتش، او يا اختي باضت والبيضة بتاعتها بعد ما باضت قطعت بيض، او البيضة بتاعتها طرية تمسك البيضة كده لا هي نفع طبلة ولا زمارة زي ما بيقولوا. طب هي المشكلة في ايه؟ طيب في حاجات كتيرة جدا بتأثر على عنقود البيض، هنقولها عشان نوصل للهدف الأساسي. عنقود البيض ده اللي بيتكون في البيضة، ده زي رحم الأم. الواحدة مننا لو الرحم عليه دهون كتيرة جدا، طب هي هتحمل ازاي؟ مستحيل، لازم تاخدي حاجات تسيح الدهون دي. طب احنا دلوقتي ربنا يا رب يكتب لكم الخير والسعادة يا رب، وصلوا على الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب احنا دلوقتي عشان ناخد نتيجة مظبوطة لازم نتجنب الدهون اللي تبقى موجودة على عنقود البيض. زي ايه يا طاطا؟ هقولك. بصي بصي الفراخ الساسة هناك ايه تولع عشان ما اربطش كده. طيب عشان اخد بيض اخد نتيجة مظبوطة لازم الاول ادي تحصيناتي، وبعدين في بعض الناس بتحط اكل بيبوظ الدنيا خالص، بيربي دهون جامده جدا في المنطقه اللي هي اسفل الفرخه اللي هي الاساس كلها، عند عنقود البيض وعند بطن البيض البيضه من تحت كده تلاقيها ايه ما شاء الله نزل تحت، فانت تفكر انها دي يعني ما شاء الله يعني واكله وبالزياطه، لا دي كلها دهون. الدهون دي بتمنع ان الطير ان الطير يبيض. ليه بقى؟ هقول لان عنقود البيض زي ما انتم عارفين عامل زي الايه، هوصفه لكم بطريقتي، عامل زي المسارير التخينه كده ماشي. طيب دي لما يكون في حاجه كتله عليها كتله عليها، طب هي البيضه تتكون في قلبي ازاي؟ مش هتتكون، فهي دي بقى المشكله. في ناس بقى من ضمن الاخطاء الجامده جدا واللي بتاثر وتقول لك والله بحط اكل بالهبل والفراخ ما بتبيضش، ناس كتيرة جدا بتحط العيش المبلول مبلول، يعني ايه؟ تلاقي العيش اقسم بالله مش عارفة الفرخة تاكله ازاي، يعني هو مية بقى مية، وهي فكرها انها مغذية الطيور وعمالة تكبرهم وبأكلهم احسن اكل. لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي من ضمن الحاجات اللي تخلي الفراخ ما تبيضش، لانها كونت دهون ومش غذاء، ده مش غذاء. انت احسن حاجه انك انت بتجيب العيش اللي اطحني العيش، يعني جيبي العيش اطحنيه، لو انت بقى حابه تحطي عيش بطريقه مظبوطه اطحنيه، وهقول لك على وصفه اقسم بالله تخلي الفراخ بتاعتك دي ما تبطل بيض ابدا. جيبي الحلبه الحلبه الحصى دي واطحنيها وحطيها، دق دق العيش، يعني دق العيش وانت ما عندكيش حد يطحن لك العيش، اطحنيها مع العيش وحطيها له. يا نهار ابيض، اديتيهم كالسيوم، اديتيهم فيتامينات، اديتيهم اللهم صل على الحبيب المصطفى، اديتيهم كل حاجه، طاقه حيويه، فيتامينات، مقويات، حاجه تبني عنقود البيض. مش انت حابه تاكلي العيش وعندك الحمد لله عيش بزياده؟ اطحنيه، نشفي العيش، تنشفي العيش واطحنيه وحطي عليه الحلبه المطحونه. بس تعملي ايه بقى في الحلبه؟ تجيبي الحلبه طول النهار تنقعيها في ميه، تنقعي الحلبه الحصى دي في ميه طول النهار، وبعدين صفيها واطحنيها بقى مع العيش. يا نهار ابيض، وصفه ما حصلتش. دي من اقوى الاكلات اللي تزود انتاج البيض عندك وتكبر لك طيورك بسرعه. في برضو حاجه تانية بتاثر على البيض، على ان الفرخه تبيض لك. عارفه الاضاءه لو مش مظبوطه الفرخه ما تبيضش،
عارفة المكان لو هو مش مريح الفرخة يعني ايه واسع كده وكاتمين على بعض، لا برضه مش هتبيض معاكي. لو المكان فيه حاجات بتفترس، يعني ايه بتفترس؟ يعني المكان فيه عرس، فيه قطط، فيه حاجات من الحاجات ديت، الفرخة مش هتبيض، الفراخ بتخاف برضه مش هتبيض معاكي. برضه من اسباب قلة البيض سقوط الشعر، الريش ولا ايه؟ لا مؤاخذة، سقوط الريش. الريش ده يا جماعة برضو بيدل سقوط وأعانة من الطيور، دليل على إن الطير ضعف. من أهم الحاجات اللي تحطيها للطير الكالسيوم، قلتلك على الصدف. الصدف يا جماعة من أهم الحاجات اللي تحطيها من أول يوم. ليه؟ لأنها بتبني كالس، ده بتبني عظم الطيور. فالفرخة لو زادت حجمها كمان ما تقعش منك، زائد إنه بيقوي وبيبني عنقود البيض، وفي نفس الوقت فاتح للشهية ومهضم. يبقى قلتلك على وصفة مهمة قوي، جيبي الحلبة الحصى وانقعيها طول النهار في مية، وبعدين صفيها واطحنيها مع العيش وحطها لهم، وصفة تحفة. جيبي اللهم صل على الحبيب النبي الجرجير. الجرجير من الحاجات المفيدة. ناس بتفكر ان انا احط خضرة خضرة خضرة، الخضرة دي مفيدة. الخضرة مفيدة بس مش في كل حالات البيض. يعني هتحط الجرجير والبقدونس والكرات، يا نهار ابيض، الكرات فظيعه جدا، من الحاجات اللي بتزود انتاج البيض بجد وتخلي الطيور عندك ما حصلتش. كمان من الزحمه، الزحمه اوعي تحطي الطيور بتاعتك في حته زحمه. قله الاكل بقى، لو انت ما بتحطيش الاكل كفايه للطيور بتاعتك ده ياثر عليها. الميه في لازم تحطي من ضمن الحاجات اللي تحطيها لهم رطل الميه، عليه معلقه خل شاي. ليه بقى؟ لان ده برضو بيساعد على تسريح الديون ومغذي وبيزود في انتاج البيض. الملح اوعي تنسي الملح على العلقه اللي انت حطاها، لانه مفيد جدا 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 للطيور. بس الملح ايه؟ في ناس بتفكر اجيب شوكاره ملح احطها، ده انت بتحطي زي معلقه على العليقة بتاعتك. عايزة اقول لك برضو درجة الحرارة، يعني ما تحطيش الطيور بتاعتك في حتة حارة قوي وتقولي مش راضيني بيدي، مع الفرخة هتبقى ملخومة في نفسها، عندها احتباس حراري. يعني انا ملخومة في نفسي هبيض، ما هي مش هتبيض برضو، فاهمين دي؟ فعايزة اقول لكم ان اللي بقول لكم عليه ده هو المهم. زائد بقى في وصفة تانية، في مجموعة اعشاب لازم تحطيها اساسية يوميا، تحطي الكركم والجنزبيل وحبة البركة والقرنفل والكمون، ده أساسي على أي عليقة بتحطيها، عشان ده مغذي جدا ومضاد حيوي وبيقوي الطيور بتاعتك. والأهم وختامها مسك، زي ما قلت لك لما انسى اقول لك على البصل، اعرفي ان انا حاطه بصل. البصل يا جماعه من الحاجات الاساسيه اللي تحطيها لطيورك، تبقي انت بتشوفي وقايه وحاجه مغذيه. واتمنى ان شاء الله ربنا يرزقكم الخير. الفيديو ده مهم قوي، في حاجات اساسيه انتوا غفلانين عنها. واوعي تنسي الخميره للطيور برضو، معلقه الخميره على العليقه من الحاجات المغذيه جدا للطيور. اتمنى بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولان الناس بتشتكي كتير قوي من حكايه ان قله البيض. الكالسيوم 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 ابسط انواع الفيتامين تحطيها اللي هو الصدف. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونوش تشتركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.